نشيد كثير منها، ليس كلها، كثير منها أغاني محرمة، النتيجة واحدة، العبرة بالنتيجة. ولذلك بعضهم يقول بس هذا صوت بشري، نقول هذا ما هو صوت بشري، لأنكم لما أدخلتم عليه المؤثرات لم يعد صوتا بشريا أصليا، صار شيئا آخر، تحول، تطور، تغير، فصار الحكم للجديد وليس للأصلي. يقول هذه الإيقاعات أصلا في واحد يعني أخرجها من حنجرته. نقول وهل هي معروضة الآن في النشيد وفي الشريط بصوته الأصلي الذي أخرجه بحنجرته، أو لما أدخلتموها على هذه المكسرات والآلات وجعلتم معها مضخمات ومؤثرات، لما حولتموها إلى شيء يشبه الموسيقى صارت مثلها في الحكم؟ وممن أفتى بهذا شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك نفع الله بعلمه، وأن العبرة بهذه النتيجة إن كانت تشبه أصوات الموسيقى فهي من الموسيقى ومحرمة ولا يجوز الاستماع إليها، ولو سموها 20 إسلامية فالإسلام منها بريء، ولو حطوا على السمك مذبوح الطريقة الإسلامية فهو دجل. فالعبرة ليست قضية حط إسلامي أمشي، لا، هل هي كذا ولا لا؟ هذا هذه أصوات طبيعية، هذه أصوات طبيعية هكذا سجلوها، ليش نلعب، ليش نلعب على أنفسنا؟ والآن مع الأسف يا أخي الآن دخلت فيها قضية والمقامات وتعلم المقامات، وهناك من يدعو لتعلم المقامات وقراءة القرآن على والتعليم وإنشاء، ثم صارت الآن قضية تفتح هكذا فيها مهرجان وأحسن صوت وأحلى صوت، وافتتان النساء بالمنشدين، افتتان والله العظيم يقينا وقطعا. تفتتن المرأة بالمنشد وتتصل عليه ورسال رسائل وخلاص، يعني صار الآن خلاص ممكن الواحد طفل رأى واحد منشد يقول له خلو توقع لي بالله على الشريط، وقع لي بالله، وقع لي، أنا من المعجبين. وين هذه أنا هذه نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا؟ هذه اللي أثارت في نفوس الصحابة الحمية لا طبعا والله لا، هذه اللي تخدر، هذه التي تدخل في نفوسهم الخنا، هذه التي تؤدي به. وأنا أقول لك بنفسي أخذت شريط من هذه الأشرطة، واحد منا طالب من قديم تعال، ما هو متدين الشخص، قلت له أنا أبغاك تسمع لي هذه، إيش هي هذه حسب أنت خبرتك، خبرتك في 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 الأغاني. سمع، أخذ حطه سمع، قال هو إذا تعطونا مثل هذه والله نستغني عن المغني وعن المغني، هذه خلاص هذه عز الطلب. ولذلك بعض التائبين والتائبات اللي كانوا يعني اللي كانوا اللي انتقعوا في مستنقع الأغاني من قبل، لما يسمعوا هذه لأنهم عرفوا الجاهلية، لما يسمعوا هذه يرفضونها تماما ويقولون نحن نعرف اللي كنا فيه وأن هذا مثله والطريق واحد وقضية نشوة واللذة والطرب حاصلة، ولا معنى ولا تدبر في معنى ولا شيء، كلها طنطن. وصارت تعرف في بعض يعني شيء رهيب يا أخي والله. طيب ما هو الضابط حتى يعني نبين للناس ما الضابط اللي ترى شيخ محمد في ذلك؟ إذا كان صوتا بشريا طبيعيا طيب يا أنجش رفقا بالقوارير، حتى الصوت البشري الطبيعي أنجشه صوت بشري طبيعي، لما صارت القضية في يعني الصوت بلغ من الجمال حدا، سواء كان يعني أثار الإبل فالنساء فوق الإبل، إذا الإبل صارت أسرع تأذينا، أو صار في الصوت فتنة لهن، قال رويدك، رويدك على صوت طبيعي. وشلون الآن ماذا نقول لهذا الحاصل الآن؟ من أكبر المهازل وأكبر طريقة لإدخال الشباب والفتيات المتدينين والمتدينات في عالم الغناء هذه المهزلة التي تحصل الآن، ونشهد الله على البراءة منها والتوبة. هذه ترى يبغى لها توبة، والله يبغى لها توبة، والله يبغى لها توبة. هذا ذنب ومعصية، ما سوينا شيء، ترى حنا طلعناهم دخلناهم من باب طلعناهم باب، ما على إيش فرحنا، فرحتنا على إيش؟ ولذلك حطوا أناشيد جادة بكلمات جادة بأصوات خلاص. وأما قضية والله الافتتان الحاصل، وممكن تقول لي بعض الأصوات ممكن هذا يفتن وهذا ما يفتتن بها وهي طبيعية، فنقول لي يفتتن ما يسمع. نعم أنا كان بس أريد نقاطك، أن البعض يقول، البعض يقول أنه انتقاله لهذه المرحلة أفضل من وجوده في الغناء السابق. ليش نحن ما يمكن ننقل العالم القرآن؟ يعني يا سبحان الله يعني يا فسق كبير يا فسق صغير، ما عندك يعني ما في تدين يعني التزام بالإسلام، يعني لازم كذا يعني هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينقل الصحابة في الدعوة من الفسق الأكبر إلى الأصغر كذا؟ يعني هذه هي الطريقة المستدر يا أخي، انقلهم على الإسلام على طول، حتى دخلهم في عالم الدين والطعم مباشرة.
طيب أنا أشكر لك شيخ محمد على المشاركة معنا في الجواب الكافي، أرجو أن يتكرر هذا اللقاء مستقبلا. حياكم الله، أهلا وسهلا.